الكاتب العام كيسكون اللي قلت لهم انا الكاتب العام هي غير قبلتكم هنايا قبلت الاخر يعني خلاص فاطر غادي تجي تنوض تناقش الملف معكم كاين نائبه ديال الرئيس كاين مثلا امين المال عندنا مكتب طويل عارف فيه واحد العديد ديال الاسماء اللي غادي يجي ينوب على الرئيس وغادي يقوم يعني بالواجب ديالو ومع ذلك طلبت انا جيت يعني كانت يلاه دازت يومين المناقشه ديال هذه وجيت ملي سوق الخبر جيت قلت لهم يا ودي راه انا كنت مسافره شنو شني قالوا لي لا صافي راه دازت المده ديال هذه ما يمكنش قلت لهم ممكن كتعرفوا الاستدراك ماشي غير لي انا بزاف ديال الجمعيات ما كانوا شي حاضرين مسافرين تعذر عليهم الامر ممكن توليو تعملوا معاهم واحد الجلسه يعني ماشي غيكونوا 20000 واحد جالسين يناقشوا معنا ممكن يجيو جوج من المجلس يناقشوا معنا الدوزي يعني ماشي شي حاجه قال لك المهم حنا غادي نشوفوا او ما باقيين كيشوفوا الى يومنا هذا